لما تكون عم تحكي عن سياره من الافخم عالميا وبعد يعني لك اياها بعد افخم، ما فيك غير تكون عم تحكي عن قسم بسبوك عند رانج روفر اللي ابحروا بسياره رانج روفر اس في الى عالم الفخامه. ليش ابحروا؟ اخبركم كل التفاصيل. قلنا ما هذه السياره في منها 20 نسخه فقط عالميا من الافخم عند رانج روفر، هذه واحد من 20 عم بحكي عن صدف اديشن. قبل ما اخذكم بجوله بعالم فخامه رانج روفر صدف اديشن، لازم هلا تشترك بقناتنا على اليوتيوب، تفعل الجرس ومن هون مثل السيارة هي عن جد بكل معنى الكلمة بتحدد الفخامة، معنى الفخامة بكل معنى الكلمة. عم بحكي عن رانج روفر اس في، إنما جماعة بسبوك عند رانج روفر مثل ما قلنا لكم فاتوا بالتفاصيل لوصلوا لك سعر السيارة ليكون 1.6 مليون درهم. للأسف خبر مش حلو إنه 20 نسخة من هذه السيارة انبيعوا كلهم. شو المميز فيها؟ رح بلش اخذكم الجماعة. ليش قلت لكم ابحروا بالاول؟ لانه الجماعة اخذوا سيارة رانج روفر اس في اللي هي سيارة فخمة بكل معنى الكلمة بدون اي منازع، واخذوها بعالم خليني اقول الثقافة الخليجية بكل معنى الكلمة، وتحديدا ثقافة الامارات. اول شغلة بتلاحظها، ليش اسمها صدف؟ صدف لانه منطقة الخليج العربي ومنطقة الامارات تحديدا شهرت جدا باستخراج الصدف واللولو تحديدا، ومن هون بتبلش قصتنا. اللون المستعمل على السياره بس تطلع عليها بتشوف طبعا لمعيه اللولو بطريقه رائعه جدا جدا جدا. كيف ما طلعت عليها بالاناره الموجوده خاصه الاناره النهاريه، كيف ما طلعت الزاويه طلعت فيها عم بتشوف لون مختلف كليا وكله شبيه باللولو. وهذه هيك كانت بدايه القصه، وما خلصنا هون، بتكمل بالتخصيص برانج روفر اللي موجوده هون. لاحظوا معي الذهب والاسود، هذا ذهب يا جماعة، هذا الذهب حقيقي موجود على سيارة رانج روفر. يعني أكثر من هيك تخصيص ورحلة بعالم الفخامة ما في، بلا في. قرب معي بالجولة، بتبلش بالفخامة كمان، مش بس باللون اللي مستعمل هون، باللون اللي مستعمل كمان على سقف السيارة. عم بحكي كتير على الألوان لأنه هيدا التخصيص، وهيدي هي قدرة قسم بسبوك عند رانج روفر ليعطيك سيارة بالفعل خاصة لعشرين شخص بالعالم يتمتعوا بهيدي السيارة اللي عن جد مستوحاة بكل معنى الكلمة من الثقافة العربية الخليجية تحديدا، واستخراج اللولو والبحار والأجواء اللي احنا عايشين فيها. ليش عم بحكي عن البحار؟ لأنه اللون اللي موجود هون كمان يمثل لون السماء الموجودة بالخليج العربي، فصار في عندك اللولو والسماء، وهذا اللون هو ذاته بينعكس وين؟ زال معي تحت، بينعكس على الرنج قياس 23. بتشوف اللون اللي موجود من هون، وبتشوف السيلفر اللي موجود من هون، والأسود اللي موجود من هون، يعني عم بيعطوك فخامة رائعة جدا على رنج قياس 23. فخم يا جماعة، فخم فخم بكل معنى الكلمة. هيدي قصة الألوان المعتمدة حتى هون الموجود، يعني كل شيء بالسيارة صار عنده طابع مختلف كليا عن رينج روفر. ما حقول عادية لأنه ما فيك تقول عن رينج روفر إنها سيارة عادية، الأمور كلها بتتابع نفس التصميم، نفس الفكرة اللي اشتغلنا فيها باللون السما ولون اللولو والأسود، وحتى هون عندك الرينج روفر الجديد باللون الذهبي والأسود ليعكس بامتياز فخامة رينج روفر، وتحديدا كمان قسم بسبوك اللي بيقدر ياخذ لك السيارة الفخمة ويعمل لك إياها أفخم. وبعد ما خلصنا بس شوفوا الداخلية، أنا بعتبر عن جد سيارة أبحرت برحلة بعالم الفخامة أكثر ما هي رانج روفر اس في بالأساس سيارة فخمة. فخامة بالداخل موضوع مختلف كلياً. قلنا لكم السيارة بالأساس فخمة، جماعة بسبوك شو عطوك؟ عطوك بسبوك صدف إديشن على الرينج روفر اس في. هذا الحديث مع الألوان المعتمدة هون، مع الألوان المعتمدة هون، مع التطريزات اللي موجودة، مع الأخشاب، مع الألوان البيضة والكروم والألمنيوم، وكل شيء عم بتعيشه أجواء داخل السيارة، عم بتقلك انا سياره مش بس فخمه، اكثر من فخمه يا جماعه. اللون اللي مستعمل على السجاب بالارض واللون اللي مستعمل هون، بعد حقلكم كمان بالتطريزات وكل شيء،
منه لون عادي. شغلي بس لخبركم اياها عن بسبوك، جماعة بسبوك هن يعني التخصيص، يعني الانفرادية، يعني الفخامة. شو يعني؟ يعني انت بتجي بتقوله انا بدي سيارة هيك، هيدا اللي انا بدي اياه، وبالتالي بيعطوك سيارة بكل معنى الكلمة خاصة لك. اللون اللي على السيارة ما بيكون موجود محل تاني، ان كان بالماتيريال او من المواد المستعملة اللي بالداخل والجلود والتطريزات والشكل وكل شيء، ما بتلاقيه على سيارة تانية. عندك بس بوك صدف اديشن، عندك حتى اللون اللي تحت هو لون مستوحى يا جماعة من البحر. قلنا لكم صدف ولولو وبحار وفخامة وحضارة عربية بامتياز موجود داخل هاي السيارة. على مدخل السيارة عندك انه هذه السيارة موجودين فيه 1 من 20 موجودة على الباب، لتكون فخور انك انت 1 من 20 شخص بالعالم عم يملكوا هالسيارة المميزة بكل معنى الكلمة من رانج روفر. مقاعد الصف الثاني، مقاعد فخمة على مستوى مختلف اخر. رح ناخذكم جوا. قلنا لكم موضوع الفخامة بصفوف الثانية، خلينا نقول بصفوف الفيرست كلاس بكل معنى الكلمة، داخل رانج روفر صدف اديشن بسبوك على مستوى اخر. رح ابتديها، بس بدك تقعد مرتاح، بدك تقعد مرتاح على تحفة فنية بكل معنى الكلمة. بسبوك صدف اديشن، عم بحطوا لك الوسادة اللي بتحطها ورا ظهرك لتكون قاعد مرتاح بكل معنى الكلمة. قلنا لكم اللون المستعمل، اذا لاحظتوا اللون بالامام ابيض واللون بالخلف ازرق، المقاعد هون ابيض ازرق، المقاعد هون ازرق ابيض، يعني عم تحكي انت عن خليني اقول تكامل بالالوان. انت حاط اجريك على البحار فوقك السماء، وقاعد داخل صدفه اللولو بكل معنى الكلمه، قاعد داخل اللولو بكل معنى الكلمه. فخامه رانج روفر بالتفاصيل ما بتخلص، لانه اذا بدنا نفوتكم بكل التفاصيل اللي موجوده عن جد ما بنخلص. بسبوك صدف اديشن، حتى هون عندك اللون الكروم المستعمل مختلف كليا عن اي شيء تاني، عم بيعكس تقريبا الزراء اللي موجود، يعني تحفه فنيه بكل معنى الكلمه. اليوم مش عم نحكي سيارات، عم نحكي فن، عم نحكي حرفيه، عم نحكي تحف، وعم نحكي فخامه واكثر من هيك. بس تكبس الزر اللي هون، بس حلو بالموضوع لما كنا عم نحكي عن بسبوك، لما كنا عم نحكي عن حرفيه، عم بتشوف التفاصيل وين ما كان. حتى هون الجلود اللي موجوده بالداخل، اخذ اللون الازرق، يكون عندك تكامل بالالوان، ليكون عندك فخامه بكل معنى الكلمه. من هون بالسوايب تفتح ليكون عندك الفخامه مثل ما انت بدك وقد ما بدك، وبنفس الوقت من هون بالسيتس. طبعا هذه الامور موجوده بكل سيارات رانج روفر الاس في تحديدا. سيت اواي، شوف بس شو بصير، شوف بس اللي عم بصير لتعيش الفخامه. قلنا لكم فخامه الدرجه الاولى بكل معنى الكلمه، ما عاد بيروح للامام، بتقعد انت مرتاح. بدك شو بدك تعمل؟ بدك تقعد مرتاح وتشغل التدليك وتعيش اجواء الفخامه داخل رانج روفر بسبوك صدف اديشن، اللي مبنيه على نسخه الاس في اللي هي بعد رمز الفخامه اكثر من رانج روفر رمز الفخامه. هذه كان جوله سريعه على وحده من السيارات، خليني اقول وحده من 20 من نسخه المخصصه المستوحات من الفخامة العربية والتراث العربي بامتياز رينج روفر اس في صدف اديشن. ولا تزيد الامور من ناحيه الفن والفخامه والحرفيه، كل شخص اشترى سياره رينج روفر بسبوك صدف اديشن بيطلع له هالتحفه الفنيه اللي كمان في منها فقط 20 بالعالم.